وفاء. أم وفاء كتسول كتقول أنا زيت لي ياسمين بحكم أنني عندي الإبن ديالي في الهند، فمرة مرة كيجيب لي واحد القريعات اللي هما صغار ولكن ما متأكداش واش هو زيت لي ياسمين ولا لا، فبغيت من الدكتور عبد الخالق الرمضاني يقول لي باش غنتأكد، هو الإبن ديالها في الهند فقالت كيجيب لها قريعات وكيقول لها دورة زيت لي ياسمين، زيت الأساسي ديال ياسمين، ولكن هي ما متأكداش واش هو زيت لي ياسمين ولا لا، فشنو العلامات اللي تقدر مثلا من خلالهم تعرف راه بالفعل هو زيت ديال ياسمين؟ ديجا هو الرائحة ديالو اللي كتكون واحد الرائحة اللي هي زكية بزاف. ثانيا هو ان يعني ثلاثة الحوايج اللي كيبقوا هنا مهمين، الرائحة اللون ديالو اللي هو تقريبا كيميل شوية للصفورة، واهم حاجة اللي نبغيها تركز عليها وللأسف ان احنا صعيب على ان احنا نتاكدوا منها، هي الطريقه ديال الاستخلاص ديالو. مزيان ان الابن ديالها يعني قبل ما يقتنيه ليها يسول على الطريقه ديال الاستخلاص، لان واحد العدد كبير من الطرق ديال الاستخلاص كتكون عن طريق يعني كنستخلصوا داك الزيت الاساسي عن طريق دي سولفون، يعني عن طريق واحد البرودوي اللي هو كيكون فولاتيل، يعني واحد كنشدوا دوك الورود وكنديروها في واحد لو سولفون اللي هو اللي كيخرج لينا منها هذاك الزيت الاساسي ديالها، ومن بعد كتطير كيبقى غير الزيت الاساسي. يعني ضروري ان الام ديالها يحاول يتاكد من الطريقه ديال الاستخلاص ديال هذوك الزيوت الاساسيه، ولكن كتبقى الهند كيف ما ذكرت في الاول، فالهند يعني المنتج الاول، المنتج الاول، وحتى الثمن ما كاين في الهند ديال الزيت الاساسي فكيكون تقريبا واحد 50% اقل من الثمن اللي حنا ذكرناه قبيله. نعم على اوروبا مثلا، على اوروبا نعم، في المغرب حتى في المغرب الثمن ديالو يعني حتى لقيناه يعني كنلقاه حتى هو غالي، يعني بواحد الليتر يعني حتى هو كيساوي تقريبا واحد 3 مليون ولا كاع بالمرات اكثر. نعم نظرا للندره ديالو قلنا انه كنحتاجوا منه كميات كبيره باش كنحصل لواحد الكميه قليله ديال الزيت الاساسي. بطبيعه الحال حيت كاين واحد العدد ديال المسائل اللي كتحكم لينا في الثمن ديال الزيوت الاساسيه، اللي ذكرت اول حاجه اللي هي لا ديسپونيبيليتي، التواجد ديال، وحنا كما كنعرفوا ان الياسمين واخا كيبقى واحد لا بلونت واخا كتستعمل في الجردات ديالنا، يعني دابا ولات هاد التوجه كثير، ولكن كانتاج يعني كتبقى قليله. كذلك العطاء ديالها كيف ما ذكرت ان احنا خاصنا تقريبا اكثر من طن باش يلا نحصلوا على لتر. وثالث حاجه اللي هي تهي كتحكم في الثمن اللي هي الطلب، فاحنا كيف ما كنعرفوا لان الزيت الاساسي ديال الياسمين فهو مطلوب كثير، لدرجه ان واحد العدد كبير من لي غوند مارك اللي ذكرت قبيله ولا كيغلبهم استعمال ديال الزيت الاساسي ديال الياسمين، ولاو كيديروا دي شي زيت اساسي سينتيتيك يعني اصطناعي ديال الياسمين. نعم باش كيعوضوا به نظرا لان الثمن ديالو مرتفع بزاف ونادر. نعم بالنسبه للاستعمال ديالو، يعني بالنسبه للناس اللي كانوا مثلا محظوظين بحال مثلا المسمعه الكريمه اللي لقات الايفن ديالها في الهند وكيجيب لها زيت الياسمين، فإلى مثلا لقينا باليدين ديالنا وكنتواجد عندنا، طرق الاستعمال ديالو دكتور عبد الخالق الرمضاني كيف مجرات العاده على غرار باقي الزيوت الاساسيه ولكن عنده شي خصوصيه؟ هو ربما الزيت الاساسي ديال الياسمين بحكم يعني جميع الدراسات ولي بوبليكاسيون اللي كاينين، ف موانع الاستعمال ديالو قليله بزاف، لدرجه ان يعني انه مذكور حنا انه حتى بعض السيدات الحوامل استعملوا بعض العطور اللي فيها الزيوت الاساسيه ديال الياسمين، حيت ملي كنستعملوا دوك لي غون بارفان كنعرفوا بعض الاحيان لي غون مارك دو بارفان كنعرفوا ان احنا بعض الاحيان كنستعملوا بعض الزيوت الاساسيه، للاسف ماشي دائما كيكون في مكتوب فيها موانع الاستعمال، اذا وحتى يعني الكيمياء اللي كتستعمل فنادرا ما كنكونوا كنستعملنا في الافوا في كل مره، يعني واحد نقطه ولا جوج دوغوت على يعني على اكثر تقدير اللي كنكونوا كنستعملها في كل استعملناها في كل مره، ولكن اللي هو منصوح لان احنا ما نفوتوهش هو واحد كما ذكرت واحد ربعه النقاط، ومن الاحسن ان احنا نتفاداو الاستعمال ديالو عند الطفل اللي قل من 6 سنوات. كما ذكرت بحكم المنافع الكثيره اللي حنا ذكرناها عليه، خاصه انا نبغي ان احنا نستعملوه في الاتجاه ديال انه ايكيليبرون ايموسيونيل، على انه اونتي ديبريسور، انه كيحيد لنا المشاكل ديال مثلا لونكسيتي يعني ديال القلق ديال العصبيه يعني المثير، وهنا نبغي نشير على انه كذلك يقدر يعاوننا باش نخفضوا نسبيا الضغط الدموي ديالنا.
الطرق ديال الاستعمال بطبيعه الحال كنقدروا نخلطوهم كيف ما كما جرت العاده مع زيت نباتي مع التفادي هنايا الزيت الاساسي ديال الياسمين. ينصح كذلك ان احنا نتفادوا ان احنا نستهلكوه عن طريق الفم. نعم، راجعين دائما باش نوصلوا حلقه اليوم برنامج صحه وسلامه وحديثنا فيها على زيت الياسمين كواحد من الزيوت الاساسيه دائما على الاذاعه القريبه منكم ماد غاديو. مرحبا بكل اسئلتكم 0522 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 تسعود الى عن طريق الرقم 5080. فاصل ونعود لنواصل. زيت الياسمين كواحد من الزيوت الأساسية كيحتوي على مكونات كتخلي عنده استعمالات كثيرة، بحيث كيتعتبر منظف ومضاد للجراثيم، كذلك منشط لعمل الكبد، وكان كيتم استعماله عند المرأة لتسهيل الولادة بحيث أنه كيساعد على تقلصات عضلة الرحم. هذا بالإضافة طبعا لدوره في التجميل بحيث أنه كيلعب دور في حماية البشرة والشعر من الجفاف، والأكثر من هذا فعنده فوائد نفسية كذلك حيث أنه كيساعد على الاسترخاء في حالة الضغط النفسي والتوتر. اما لطريقه الاستعمال ديالو فكيف ما جرت العاده على غرار باقي الزيوت الاساسيه كنكتفيو منه باربعه ديال النقط فقط. كنتكلموا طبعا عند الاشخاص البالغين، اربعه ديال النقط كيتم خلطهم مع زيت نباتي ومن بعد كنستعملوه مع تفادي استعماله عند الطفل لاقل من 6 سنوات. وكانت هذه نصيحه اليوم. رجعنا دائما على ماد غاديو الاذاعه القريبه منكم في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. فاحنا حديثنا على زيت الياسمين، ولكن مرحبا بكل اسئلتكم لي خاصة بالزيوت الأساسية، بما أنه حاضر معنا الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. فمعانا سؤال من عند مونيا من مكناس كتقول: جمعة مباركة لكل طاقم ماد غاديو، صباح الخير أخت عفاف والدكتور عبد الخالق رمضاني الله يخليك. أنا سمعت أنه زيت الجزر أو زيت خيزو غادي يفيدني في الحالة ديال الكلف عندي في الوجه ديالي، فبغيت نتأكد اليوم من الدكتور عبد الخالق رمضاني ويعطيني الطريقة بالضبط. هو الكلف كيف ما كنا ذكرنا دائما هو انه يعني كيكون واحد العدد كبير، خاصه عند السيده ملي كتكون يلا حامله ولا يلا ولدت، عنده علاقه بالهرمونات، واحد الاضطرابات هرمونيه اللي يعني راه واحد الاضطرابات هرمونيه اللي كتكون عند السيده الحامل بواحد الشكل اللي هو قوي بزاف، واللي بين النتائج ديالو خاصه الا كان واحد يعني الانسولاسيون، يعني الانسان كتعرض للاشعه ديال الشمس، فالنتيجه المباشره كتكون هي هذا المشكل ديال الكلف. في اغلب الاحيان يعني نورمالمون هذا الكلف كيغبر واحد المده ديال 6 شهور تقريبا على ابعد التقدير، كيبدا يحيد ولا على حساب البروفوندور ديالو، على حساب شحال دخل. الزيت الاساسي ديال الجزر فعلا عنده منافع هنايا، ولكن مزيان ان حتى الجزر اصلا يعني يدخل يعني كمصدر ديال الكاروتينويد، كمصدر ديال واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كتحتاجها البشره ديالنا، فتا هو راه منصوح به انه داخل في العلاج. كيف ما ذكرت حين دائما كاينه المساله اللي حنا كنساوها اللي هي التغذيه والتجميل. الطريقه ديال الاستعمال ديالو يعني يكفي انه هنا تستعملوا مثلا مع الزيت النباتي ديال الارغان اللي هو توا عنده منافع في هذا الاتجاه هذا، ولكن شرط الاستعمال ديالو بالليل. وكنستعملوا معاه يعني واحد لو ماكسيموم ديال واحد 2 ولا 3 نقاط في اليوم ديال الزيت الاساسي ديال الجزر. والزيت الاساسي ديال الجزر كما كنعرفوا هو واحد الزيت الاساسي من ديك الزيوت الاساسيه اللي نسبيا الثمن ديالها شويه مرتفع، كتستعملهم واحد المده ديال ثلاثة الأسابيع، ومن بعد منهم كتقدر توقف واحد أسبوع ولا 2، أو لا تقدر يعني تخالفهم مع شي زيت أساسي آخر يعني اللي منصوح به مثلا هنايا، ولا كتا هو كيحرك لنا ديك الحركة الدموية تما كاين وكيعاوننا باش يعني عنده واحد الفعالية كورتيزون لايك، يعني لو لوغي نوبل لو لوغيس نوبيليس اللي هو الزيت الأساسي ديال الورقة ديال سيدنا موسى. نعم، وكتستعملو كديهان على البشرة دوك المناطق اللي فيهم الكلف، على البشرة ديال الوجه كامل يعني باش تكون هوموجين. وبطبيعة الحال هذا ما كيستثنيهاش على انها ضروري يكون واحد المتابعة المختص، حيت على حساب هو اللي غادي يعرف شحال لا بروفوندور ديال داك العمق ديال الكلف، يعني فين وصل في اشمن طبقة من الجلد بالضبط. فكنتمنى مونيا تكوني سمعتي الإجابة إن شاء الله. غادي ناخذ سناء معنا من العاصمة الرباط على الخط. صباح الخير سناء. صباح الخير أختي، صباح الخير عليكم كاملين. مرحبا بك سناء. بارك الله فيك أختي. أختي الله يخليك، بغيت نسول الأستاذ على زيت الياسمين اللي هضر عليها دابا. نعم. حيت عندي الشعر ناشف والبشرة ديالي ناشفة، واش يمكن واش هي مزيانة للتجاعيد ولا لا؟ نعم، المشكل ديال التجاعيد. نعم، نجاوبوا عليه إن شاء الله سناء. شكرا لك توصلتي معنا من الرباط، غادي نبقاو في الرباط دائما. وأسماء هذه المرة على الخط. صباح الخير أسماء. صباح النور، كيداير لاباس عليكم؟ الحمد لله، مرحبا بك.
بارك الله فيك. كي داير دكتور لاباس عليك؟ الحمد لله. عفاك دكتور، بغيت نسولك على زيت الياسمين، واش مزيان لحد الشباب؟ انا عندي 26 عام وخمسة عند الدغماطو وكل شيء تبدات الدواء بقى فيا، وبغيت نسولك واش ندير هذا الزيت او لا نستعمل شي زيت اخرى بحال دابا زيت الزنجلان، سمعت باللي هو مزيان. نجاوبك ان شاء الله اسماء. شكرا لك تواصلتي معنا، نمشيو هذه المره لازرو باش ناخذوا حبيبه. صباح الخير حبيبه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تحيه الناس ديال ازرو حبيبه. بارك الله فيك. حجيبه ولا حبيبه؟ حجيبه. حبيبه. مرحبا حجيبه. يا تحيه صباح واشراف الدكتور مداني. مرحبا. عفاك بغيت نقول لك اكثر، عندي واحد المشكل. مرحبا. نعم، شنو المشكل اللي عندك يا حجيبه؟ هو انا عندي واحد دائما الجناب ديال الشفتين ديالي دائما كتشوف ليا بسين وبويض، عييت ما نديرش في البلويور، عييت ما نهائيا ما بغاش يحل لي هذا المشكل، ومشيت عند الدغماطو وخرجت الزيت ديال التخاتمون، مع ذلك دائما عندي هذا المشكل، كل صباح كتشوف لي ناشفين والبيوضة في الجوانب ديال الشفتين ديالي. بغيت نسول الدكتور مداني واش هذا الزيت هذا ممكن يساعدني في هذه الحالة هذه ديالي. حجيبه شحال في العمر ديالك؟ عندي 40 سنة. 40 سنة، كاين شي مرض اللي كتعاني منه، شي مرض عضوي اللي كتعاني منه ولا لا؟ عندي انا الاكزيما، حيت كي عندي الماطو قال لي هذا لي التحليلات وهذا قال لي عندك الاكزيما ديال المواد ديال التنظيف. نعم، المواد ديال التنظيف. ديال التنظيف، عندي مشكل ما في يدي وانتقلت لفوق عيني، ودابا عندي في الجوانب ديال الشفتين هو اللي عندي مشكل كبير بزاف. نعم، واضح واضح يا حجيبه، وان شاء الله نجاوبك وكنتمنوا لك يا رب ان شاء الله الشفاء العاجل والقريب لنا، وكنعرفوا حتى ذاك الازعاج اللي كيكون مع هذا المشكل الصحي بطبيعه الحال على البشره ديالنا. ناخذوا بهيجه هذه المره معنا من سيدي بنور. مرحبا بك بهيجه. صباح الخير لاله بهيجه. الراديو اللي حداك لاله بهيجه، الراديو اللي حداك طفي ولا بعدي عليه؟ لانه الصدى ديال الصوت كيرجع وبالتالي ما كنسمعوك بشكل هو واضح. مرحبا. مرحبا مبروكه. أهلا عليك. جمعة مباركة. أهلا عليك إن شاء الله. كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله. لاله بهيجة تفضلي. بغيت نسول الدكتور بالنسبة لزيت الياسمين واش يصلح الكنف، يصلح يزيد الوزن بعض المناطق؟ أو إذا ما كانش وين يمكن ينصحني بشي زيت آخر؟ بالنسبة للوزن واش التخفيف ولا زيادة الوزن؟ في مناطق محددة يعني يمكن بالنسبة للمساج يزيد، يمكن يزيد الوزن. سمعت ولكن ما متأكداش. كيزيد الوزن. بعض المناطق. نعم واضح بهيجه ان شاء الله. كذلك نجاوبك على السؤال ديال اليوم، غادي ناخذو كلثوم هذه المره من تيزنيت. صباح الخير كلثوم. صباح الخير الاخت عفاف. مرحبا. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج وكنشكر الدكتور رمضاني على النصائح ديالو. شكرا لك كلثوم. مرحبا. الله يخليك. بغيت نسول الدكتور رمضاني، انا عندي البشره الجافه وكانت كتبدا لي باحمرار، يعني كيولي وجهي احمر بزاف، ودافيتيد كندهنوا بزيت الزنجلان، بغيت نعرف واش هذا يعني زيت الزنجلان مزيانه ولا حتى زيت الياسمين عندها فعاليه لهذا المشكل اللي كيوقع لي الوجهين. نعم، عندك مشكل ديال الحساسيه مثلا، كان استشاره طبيه ولا لا كلثوم مع الطبيب؟ عندي مشكل ديال الحساسيه، ولاني حساسيه ديال عندي لاسينيزيت، وعندي مشكل الحساسيه ديال الجو ديال الغبره وهذا. نعم نعم، شكرا لك كلثوم اللي تواصلتي معنا من تيزنيت. حنا لقائنا دائما نتواصل مع كل الاوفياء في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم اكيد ماد غاديو. معنا نجات على الخط من مراكش. مرحبا بك نجات. مرحبا. اهلا وسهلا. الحمد لله. الحمد لله. كيداير الدكتور لاباس؟ الحمد لله. بغيت نسولك الدكتور الله يخليك على سميتو على الكلف، انا عندي مشكله ديال الكلف وجهي. لاله نجات، الكلف جاك من بعد الولاده ولا كان عندك قبل؟ لا كان قبل وعاوداني من بعد الولاده بقى فيا. نعم ان شاء الله نجاوبك كذلك على السؤال ديالك، لانه يعني السؤال ديال الكلف في هذا الاسبوع بالتحديد دكتور عبد الخالق الرمضاني، فالكثير من السيدات كان هذا السؤال يعني بشكل متكرر علينا، لذلك فاحنا وعدنا المستمعين الكرام ان شاء الله في احدى حلقات برنامج الصحه والسلامه غادي نخصصوا يعني موضوعنا ان شاء الله للحديث على المشكل ديال الكلف، الاسباب ديالو يعني، كذلك الطرق ديال العلاج شنو هي، والطرق ديال الوقايه لانه كذلك مهمه جدا. غادي ناخذ هذه المره سميره معنا من العيون. مرحبا بك سميره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تحيه الناس ديال العيون سميره. علينا وعليك ان شاء الله. السلام عليكم دكتور، كيفاش عليك؟ وعليكم السلام ورحمه الله تبارك. مرحبا لاله. الحمد لله الله يسلمك. بغيت نسولك دكتور، كتكلموا على زيت الياسمين هذا، بغيت نشوف واش صالح المهم بنتي ولا اي زيت اخر. بنتي عندها 5 سنين
ونقد مضلح القشره في شعرها في بلايص متعدده ماشي غير بلاصه وحده. جيت جوج مرات لعند الدكتور ديال الجلد وقال لي اصلا الجلده ديال راس هادو حنيه ولكن الزغبانه ناشفه جافه. نعم كندهنها بحال ما كندهنهاش. وقال لي هذاك القشر وهذا قال لي غيبقاو فيها ازي ما غاديش يتحيدوا منها. قال لي يمشوا يجوا يمشوا يجوا انا ما فهمتش. نعم غير عطينا فكره سميره ديك القشره اللي في الشعر ديال الميته ديالك قشره غليظه ولا خفيفه؟ كنعرفوا القشره انواع. كتكون خفيفه كتبقى ماشي وتغلاط. نعم نجاوبك ان شاء الله. جيت ولا شي حاجه كتزيد ولكن بعد كترجع من بعد. نعم واضح سميره وان شاء الله نجاوبك كذلك على السؤال ديالك. معنا امينه هذه المره على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير امينه. صباح الخير عليكم كنشكركم على هذا البرنامج. شكرا لك لالا امينه مرحبا. الله يخليك. بغيت نسول الدكتور على زيت الياسمين فين نقدروا نلقاوه وزيت الصوجا. سمعت بانه كيليق لبعض زياده الاماكن اللي كنرغبوا نزيدوا فيها، واش هذا صحيح ولا لا؟ نعم نجاوبوا كذلك على السؤال ديالك لالا امينه. شكرا لك تواصلت معنا من مدينه الدار البيضاء. احنا لقاءنا دائما متواصل مع كل الاوفياء كذلك غادي نجاوبوا ان شاء الله قدر الامكان على الاسئله اللي وصلتنا عن طريق الرقم 5080 اللي هو رقم خاص برسائل اس ام اس. فغادي نبداو بالاجابه على اول سؤال دكتور عبد الخالق الرمضاني ديال سناء من الرباط. زيت الياسمين واش ممكن يصلح في الحاله ديال التجاعيد انه يخفف منهم؟ وي حيت ملي كنهضروا على التجاعيد كنهضروا على الكولاجين كنهضروا على ليلاستين كنهضروا على واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كتكون عندنا في اللي داخله في الجلد ديالنا واللي هي كتعطيه هذيك كيفاش كيبقى مجبد وعادي. وكذلك واحد العدد كبير ديال المؤثرات اللي كتقدر تكون داخليه وخارجيه، منها بعض السموم مثلا من قبيل مثلا الدخان ولا الدخان حتى ديال السجائر، بعض العادات السيئه مثلا حتى الكحول، الاكثار من شرب بعض المنبهات، استعمالات بعض الادويه او لا حتى بعض الاستعمالات بعض المواد التجميل اللي كتكون بعض المرات عندها تاثيرات جانبيه على انك يعني اللي كتدخل كمصاحبه للعلاج. حيت كيف ما كنذكر هنا دائما على انه العلاج ضروري يكونوا فيه واحد العدد كبير ديال الحوايج اللي خاصهم يكونوا حاضرين لداخل منهم. نقدروا ندخلوا معهم الزيت الاساسي ديال الياسمين، ولكن كيف ما ذكرت فالزيت الاساسي ديال الياسمين ربما حتى الثمن ديالو كيبقى من ديك الاثمنه اللي هي شويه قاصحه، يعني صعيبه لان احنا ندخلوه في المواد ديال التجميل ديالنا خاصه الطبيعيه. وهنا فرصه باش نجاوبوا على السؤال ديال امينه من مدينه الدار البيضاء فين ممكن نلقاو زيت الياسمين. احنا شرنا في البدايه ديال الحلقه وقلنا راه الثمن ديالو يعني كيكون غالي. هذا الزيت الياسمين الاصلي ماشي يعني كيف ما شرتي دكتور عبد الخالق رمضاني، راه كنوجدوا واحد القريعات صغار فيهم مكتوب عليهم زيت الياسمين، الثمن ديالو ما بين مثلا 15 ولا 20 درهم، ولكن راه ماشي زيت الياسمين. هذوك برودوي سانتيتيك يعني رائحه غير اون برودوي لا نوت اولفاكتيف، معنا كنعاودوا نخرجوا غير ديك الرائحه. نعم مصنع زيت مصنع. اما الفعاليه والمكونات اللي هي فعاله، المكونات اللي احنا ذكرناها اللي ذكرناها قبيله من ديفينول من ديتيربين من لينالول ما كايناش فيه، لو جينور كذلك، هادو لو جسمينات اللي ربما كانت واحد بعض التساؤلات عليه اللي احنا غادي نجاوبها، هادو ما كنلقاوهاش في هذيك في هذا الزيت الاساسي. وحتى في بعض الاحيان كنقدروا نلقاو بواحد الثمن اللي هو غالي، وللاسف الطريقه ديال الاستخلاص ديالو ما كتكونش، يعني كنلقاو كما كيسموا ابسوليت ديال الياسمين اللي هو يا فما لقاو هذا المصطلح ديال ابسوليت، يعني انه راه مستخلص عن طريق ان سولفون، يعني كنستخلصوه بواحد المكون كيماوي باش كنستخلصوا ديك الزيت الاساسي. وهنا في هذه الحاله هذه كتكون يلاه صالحه بوغ لا بارفيمري، يعني باش نستعملوا منها الرائحه ولا المعطرات، وكتكون غير صالحه للاستعمال في الاتجاه ديال لاغوماثيرابي ولا التداوي بالزيوت الاساسيه. اذا ولكن الحمد لله كاين بدائل اخرى، بحال مثلا المشكل ديال التجاعيد نقدروا نفكروا ديجا عندنا نفكروا ثلاثه زيوت الاساسيه اللي مزيان انها تدخل في. انا كنذكر دائما الزيوت الاساسيه اللي هي متواجده عندنا نقدروا نلقاوها. كاين عندنا الزيت الاساسي ديال العطرشه البيلارغونيوم غوزيوم، كاين الزيت الاساسي اللي كيعجبني بزاف واللي عنده فعاليه في هذا الاتجاه اللي هو لافوندولا انغوستيفوليا اللي هو ديال الخزامه، وكذلك
الزيت الاساسي اللي ذكرت قبيله اللي هو لوريس نوبيليس او لوريو نوبل او الزيت المقطب ديال الورقه ديال سيدنا موسى. سيدنا موسى نعم، ثلاثه ديال الزيوت كنقوموا بالخلط ديالهم دكتور عبد الخالق رمضاني. وهنايا مزيان ما كاينش تخوف من التفاعلات ما بيناتهم. بالعكس هما عندهم واحد الفعاليه تكميليه، عندهم واحد الفعاليه تكميليه في هذا الاتجاه هذا، ومزيان ان احنا نستعملوا معاهم بعض شي زيت نباتي اللي كذلك تكون عند واحد بحال هنايا زيت ارغان، بحال زيت ديال اللوز. وهنايا بالنسبه للسيدات اللي كيعانيو كذلك نقدر نجاوبوا على واحد العدد كبير اللي هما ديال المشكل ديال الكلف. فهنايا مزيان ان احنا نفكروا بحكم على ان الزيت الاساسي ديال الجزر ربما كيكون الثمن ديالو حتى هو شويه غالي، اذا مزيان ان احنا نشدوا واحد القليل من الجزر كامل ونركضوه في واحد الزيت نباتي. زيت ارغان ولا زيت يعني الزيت اللي احنا غادي نستعملوه بالنسبه ديال 15% يعني تقريبا الا استعملنا 15 غرام ديال الجزر نستعملوا معها واحد 85 غرام ديال الزيت النباتي، وكنخليوه اونيكراز يعني كنهرسوا هذاك الجزر وكنخليوه واحد المده ديال بالقشور ديالو بكل شيء اللي كنخليوه بيان سور بطبيعه الحال كنكونوا نظفناه ويبسناه مزيان. كنخليوه واحد المده ديال 72 ساعه. وهذاك الزيت يعني واحد المده ديال تقريبا ديال 3 ايام تقريبا كتكون كافيه باش نستخلصوا واحد العدد كبير من المكونات. داير حتى اللون ديال ذاك الزيت النباتي كيولي اللون ديالو مايل يعني حيت كيكون استخلص واحد العدد كبير ديال الكاروتينويد اللي هما كيعطيو واحد واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كتعطيه اللون ديالو كيولي اللون ديال الجزر. وهذاك هو اللي كنقدروا نستعملوه ك يعني كنقدروا نستعملوه كاساس ديال هذوك الزيوت النباتيه اللي حنا ذكرنا. غنرجعوا دائما نواصلوا حلقه اليوم من برنامج الصحه والسلامه على الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو. فاصل اعلاني وراجعين مباشر من بعد وخليكم معنا على ميد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم. حنا في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه رفقه الدكتور عبد الخالق رمضاني اللي هو اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. كان سؤال ديال الاسماء من مدينه الرباط الدكتور رمضاني بغات تسول في العمر ديال 26 سنه عندها المشكل ديال حب الشباب، تبعات العلاج مع اخصائي في الامراض الجلديه فيعني يمكن ما عطاهاش داك النتيجه اللي هي كانت بغات ولا كانت كتطمح ليها. فدابا كتسول على زيت الياسمين واش ممكن ينفع في هذه الحاله العلاج حب الشباب، وكنعرفوا يمكن المشكل بالضبط اللي كيكون في حب الشباب هنا واللي كيعمل داك الهاجس عند الكثير من الفتيات خصوصا دكتور عبد الخالق رمضاني، دوك الندبات او دوك الاثار ديال حب الشباب، يعني ماشي حب الشباب في ذاته لانه ممكن كيتعالج وانما الاثار ديالو اللي كتبقى على البشره، يمكن هذا هو اللي كيعطي داك الازعاج وداك الانسان ما كيكونش مرتاح نهائيا. فسولات حتى على زيت الجنجلان واش ممكن ينفع في هذه الحاله. هنا المساله اللي بغيت نشير ليها هو انه راه حتى في العلاج ديال حب الشباب يعني راه ربما في بعض الاحيان كنحتاجوا ان احنا نمشيو المراحل يعني المرحله الاولى الثانيه الثالثه يعني مزيان ان وهذا الشيء علاش بعض المرات ماشي كنبداو مع معالج واحد المده وكنحبسوا وكنمشيو عند معالج اخر ربما وقيله كنعاودوا نبداو من الصفر. انا نفضل انها تبقى عند نفس المعالج اللي ربما هو غادي يعرف على انه ربما العلاج الاول ما عطاش ديك النتائج اللي هي وباش ندوز باش كيدوز هو لواحد العلاج ثاني وفحال هكا حتى كتكون يعني هذه هي احسن طريقه اللي كنصح بها اسماء من الرباط. ولكن يعني كمصاحبه نقدروا نمشيو كاين بعض الزيوت الاساسيه كيف ما ذكرت كاين بعض الزيوت النباتيه اللي مهمه وكذلك كاين بعض لي زيد غولا اللي مزيان انهم يدخلوا لي زيد غولا ولا بعض المقطرات يعني بحال المورد بحال المزهر بحال خاصه المورد هنا كيخدم مزيان كمنظف بزاف البشره ديالنا ونقدروا نستعملوهم بجوج. ذكرت زيت ديال الجنجلان هو فعلا كيقدر كيخدم مزيان لهاد النوع ديال البشره خاصه لان احنا كما كنعرفوا في غالبيه الاحيان يعني لكن كتكون واحد البشره اللي نسبيا مدمه. فمثلا كاقتراح على ان احنا نستعملوا هذا الخليط ديال زيت يعني زنجلان مع المورد يعني اما نضفوا بالمورد هو الاول ومن بعد منه الاستعمال ديال الزنجلان ومعه بطبيعه الحال بعض الزيوت الاساسيه يعني هذيك الزيوت الاساسيه يعني كاين واحد العدد كبير ديال الزيوت الاساسيه نقدروا نستعملوها في هذا الاتجاه. اولهم واش كاين تعفنات بمعنى انه كاين واحد الجرثومات اللي حنا كنلقاوها في هذاك في البشره ديالها الا كانت كاينه بعض الجرثومات فهنايا مزيان ان احنا نستعملوا زيت اساسي
وهنايا ربما واحد الزيت الاساسي اللي غادي تستعمل منه غير واحد النقطه في اليوم في البشره ديال الوجه بحكم لانه رهيفه، اللي هو الزيت الاساسي ديال لو تان لو تيموس فولغاريس، ولكن من الاحسن يكون اوجينول يعني توجانول عفوا، بمعنى لانه واحد اللي هو واحد المكون اللي كيحارب هذيك البكتيريات. كذلك كنحتاجوا من بعد منها شي زيت نباتي، الزيت الاساسي اللي كيعاوننا باش كنسيكاتريزيو. هنا كاين الزيت الاساسي ديال الختامه، بطبيعه الحال كاين الزيت الاساسي ديال الياسمين، ولكن احنا بحكم ان احنا هضرنا على الثمن ديالو اللي هو غالي، فكيبقى صعيب ان احنا نتوصلوا ليه وندخلوه في هذه التركيبه ديالنا. كاين كذلك الاحتمال ديال ان يكون مزج ديال هذا ديال المورد كما ذكرت مع الزيت النباتي مع الزيت الاساسي في واحد الكريمه اللي كتقدر تصوبها السيده في البيت ديالها. وربما غادي يجي الوقت اللي غادي نعطيهم الطريقه اللي هي طريقه سهله، يكفي ان احنا يكون عندنا واحد ورقه وستيلو باش نسجلوا الطريقه ديال التحضير ديالها اللي هي سهله بزاف. هذه ان شاء الله غتكون في الحلقات يعني نوعدوا بها المستمعين الكرام معك دكتور عبد الخالق الرمضاني، كيف ممكن نحضروا كريمات اللي هي بسيطه وبمواد اللي هي سهله وما نخافوش حتى من الاضرار ديالها ونحضروها في البيت. كنكونوا متاكدين اشنا هي المكونات ديالها. نعم، كان السؤال ديال حجيبه اللي في العمر ديالها يعني من ازرو 40 سنه، المشكل كان تشخيص ديال الاطباء مشكل ديال الكزيما وحساسيه من المواد ديال التنظيف، فهي دابا الازعاج اللي عندها في انه المشكل مشى ليها ما بين ديك المنطقه اللي حول الشفتين ديالها يعني الفم، هي قالت عندها في اليدين ديالها، عندها في الدوره ديال العينين، ودابا انتقل حتى لديك الدوره ديال الفم، فما عرفتش يعني شنو النصيحه اللي نقدروا نعطيوها في هذه الحاله، واش كاين حتى زيت الياسمين واش ممكن ينفعها في هذه الحاله ولا لا؟ هنا كاين نسبه المنفعه ديال الزيوت الاساسيه خاصه ديال السيتروس ديال الحوامض، ولكن انا اللي هي ذكرت الاكزيما، انا هنا في هذه الحالات هذه ضروري تكون واحد المتابعه، ننصح انا تكون واحد المتابعه عن قرب ديال المختص اللي بعدا كاين التشخيص عن قرب ديالو التشخيص الصحيح ديال هذا المشكل هذا، واش هذا مشكل يعني مشكل ديال الجلد ولا مشكل اخر يعني داخله فيه ربما التغذيه داخلين فيه بزاف الحوايج اللي ضروري هما يكونوا مستحضرين معنا، حيث كما كنعرفوا راه كاين بعض المواد اللي نقصت عندنا، بعض الفيتامينات بعض لي زوليغو اليمون اللي نقصت لنا حتى هي راه كتقدر تعطينا بعض التاثيرات على البشره ديالنا اللي مهمه، وكتقدر تكون من بين النتائج ديالها بعض الحالات بحال الاكزيما بحال هذه. سؤال ديال سمير من العيون، البنيته ديالها في العمر ديالها 5 سنين، المشكل ديال انه الفروه ديال الراس ديالها دهنيه ولكن الشعر ديالها جاف، مع العلم انه عندها مشكل ديال القشره اللي قالت في الاول كتبدا خفيفه ومن بعد كتولي طبقه اللي هي سميكه في الفروه ديال الراس ديال البنيته، فهنا كتسول واش زيت الياسمين ممكن ينفعها. هنا يعني ربما قيل حاله ممتازه للاستعمال ديال الزيت الاساسي ديال الياسمين. مع العلم انه قالت التشخيص ديال الطبيب قال لي هذاك القشره غتبقى عندها مدى الحياه. هنا في مدى الحياه، انا كنفضل المصطلح ديال ان احنا ضروري ان احنا نكونوا مصاحبينها. نعم. يعني تكون واحد ما كيمنعش على ان احنا الاستمرار في واحد العلاج لواحد المده، ومن قال سبحان الله في واحد العدد كبير من الحالات كيكون واحد تحسن يعني. نعم. دائما وفي بعض في اغلب الاحيان في هذا السن هذا كيكون واحد التحسن. نعم، 5 سنين مازال صغيره يعني بطبيعه الحال. وهنايا مثلا هنا الزيت ديال الزنجلان هنا تا هو كذلك كيبقى بالمنفعه ديالو، الا خلطنا مع شويه ديال الزيت الاساسي حتى ديال الياسمين، ولكن كيبقى الثمن ديالو غالي، نقدروا نعوضوه في بعض الاحيان بالزيت الاساسي ديال الازير اللي تا هو كيبقى يعني في هذه الحاله هذه عنده منفعه ان شاء الله. شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، ان شاء الله موعدنا معك غادي يتجدد يوم طبعا الاسبوع المقبل وتعديل يوم الثلاثاء باش نخصوه للموضوع اللي هو خاص بالاعشاب، فشكرا لك دائما كتجاوب على اسئلتي وعلى اسئله كل اوفياء الاذاعه القريبه طبعا ميد غاديو. فاحنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، موعد جديد ان شاء الله غادي يجمعني بكم يوم الاثنين.